الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كبرك يا كسر لو جنر كدر مدين وحن ما نتوفرنا بإذن الله تعالى أرن آدي أمهم سنعنا بالفرنقين بإذن الله تعالى مهمة إنه الله يضحي سيدا ثمي الكاركتين وبيها وحن أتغيس أكثر خاصة أرنتن وحن أغاذي مركا أن يروب إيميت لاختر أتغيسها وحن لاذا مثلا ملح عليها هيا وحكوله بيعب علوش عليها هيا بيعب وان حنوصانة بيعب ماشا عليها هيا بيعب مركا سوحن حسوستا وهذا أن يروب حسبا قفل بالي سنقامنا وحوليه هاي دختر بحويس أخرى بيع أبو إيري دختر بحويل بيع إلا أي سمارة بدن قضاء دهان ما حد خاطر تميلهم ها أي دواء أخرى أو بيع ونضد كأيقول دهان استعمال أو بيع أو بيع أو بيع هو يروي حلم يتقع معناها مداوى ذي بقيلة أيام أو مداوى ذي معناها الربين إنه هاي نسيان ما دام أن هاي مذون هاي أم أن هاي أفريقاني يروي حلم يتقع إلا ما يشس لجاري معناها سيكون عيسى قف كانوا حنوسين هاي مثلا عروش على غاية أم مدح على غاية يروي حلم يتقع بيع معيته كل ذا لقاها يا دمع ما بقرنا بأبو جيران ويسفيني سبيح لامد كان المهم مر المر كان قد بقري وإن بدن لكتي آيات على سبحانه وتعالى أيا وحن أركي سبحان الله سبحان الله نعم الله تبارك وتعالى ضهايا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا إله الله تبارك وتعالى وأنزلنا وحن سود الجن والله تبارك وتعالى من السماء سماء كسود الجن ما أنبيه طهورا طاهرة سافئة وناكسا أفرصا نظيف أي سود الجن ما حن سود الجن لنحي به بلدة ميتة سيان أقول نورا إنه دول بلد مجاردن أو هدد الإنسانات أو أكتهن جيدها مركو أونا الرب كدين خراحة أي قبطوها عقار حتى دوقها خراحة مركي كود على محاد عاية إنه ماشي أدنى إدمته جيده عقار كا أي وضباء بار ويحلم يتكا ألو حولي هاي وحن أسو دجين أنا كون نورينو مرهاسي إنا جيدها كون نورينو إنا أرضا سي كون نورينو دلدلاعي دلدلاعي سينا أتكينو وإنا دلدلاعين أتكينو هاي نلون أسو عنو الله سبحانه وتعالى أيان أسو دجينا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه ما انت لا ونسقيه مما خلقنا إن سيدو كرنا ورابنا وحان أبورني ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة الله تعالى تبارك وتعالى سيدا سوك ورضا كلي أنكم أنه لين إنه وخضارتا إعنتضا إمرها أنكري إن مسو صار إنه وحان كرا ورابنا حويانات كودا أفرسو انتيهين إيو ذاتك الله أكبر مرك موجد فائد بيها إليهين ما أركي سان ورش ابن آدم كأنه كحرمت هاي إيونا وراه ودنده ما حيلة الله آيات الروح كلها هاي والله خلق كل دابة مما الله سبحانه وتعالى وحبيها كأبوري أفرسه دابد والبد دابد وحرها ما يدب على وجه الأرض يعني هي وحر بوس عضا نور نفي كجرتو الله وحوله بيان كأبورني نعم حويان هنخذ ابن آدم هنخذ كل جين بيلان مسعون كرنو من نوران كرنو بيلان هي ما أهان كرنو نور هذا حويان ها هذا ابن آدم ها هذا إن النوران كرن بيلان بو الله سبحانه وتعالى آيات كلا كلها تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون معناه وجعلنا وحنكيلني من الماء بيها حقه وحنكيلني كل شيء شيء والبوحوية إن هي حي إن النوران معنى هالشيء والبام وحن كنا وريني حويانات كان كنا وريني ابن آدم كان كنا وريني معنى نرش هذا كجرتا أفلا يؤمنون مين الرومينين محايل هذوم ما أنت بيلان هذا ما أنت كلا ما هانكره إلا يحدي حتى العلا إذا علينا أيام بيلان ويسعر عليه وأبا هنا يا جرك يا هاي أبا هن بيه سيرس ذات الأغاني سا استعمال بيها نرى يا كجرتا إن ده هذا أوفي عينهن جرك هذا أوفي عينهن بل وحيد خاطر تقرا ما تخانا بخاطر توحي قران اي كليهن انت اصول لتربيع مالنتي سبب سبب عبيسا حد بي انت البيع بتي ليهن بيها انا اجير كذا طبعا قران وحي هي سفينايا على وشاضة اي وح والبو مركاسي وسخة سلا سوك كليلا ذي سفينايا او وحي سفينايا وح والبو وسخ اي حمان اي نباتو كجرتا اي جردو لن هي اي كا سفينايا يا دهاي وانا خاطرت الله سبحانه وتعالى في رحمته تبارك وتعالى بيها سي أدرك يسيد أو لوجي هيخفق هدوه ما أنتن إسكود الدر إنه ندرك يعني عن تأهان وما درجايو هدوه ابن آدم ما أنتن بي إسكود الدر عن تأهان وما درجايو نعم على شيء بعدا لكن وحوق به يا وام حي عن تأوب به يا على شيء عن تيربتها لكن بيها محي وأنا رشعة
marka biya waxay dhaqaatiirta u leeyihiin waxa xikmadda ku jirta ay tahay in jirkaada ku sifaysmaayo maqalkaada ku sifaysmaayo indhahaada aragooda ku sifaysmaayo waxaad noqonaysaa waa maxay qof nadiif ah gudaha nadiif ka indhaha hee si fiican waxaad arkaa dhagaha si fiican waxaaga maqla yacnihi noloshaada ku jirta biyaha sidaa darteeda ayaan doonayaa inaan dhambaalka idinkula wadaago faa'iidada ku jirta biyaha inaynan sahlanayn waxaad arkaysaa mise aad aragtaa laga yaabaa marka ay chinaiska iyo jabaanka ay ka hadlayaan tusaale ahaan biyaha iyo wixii la midka maxay leeyihiin subixii hee intaasoo maxaan ku dhahay biyo ah cab oo weliba kulul taqriiban kulul oo firdiir u dhow ama maxaan ku dhahay qandac cab maxaa faa'iida ku jirta leeyihiin biyahaasi qandaca ama kulaalka oo ay nafsada jeclaysanayn maxaa loo cabaayaa oo iyaga u cabaan mar walba waxay ku leeyihiin oo ay ku daraayeen ayaga ma taqaanaa xataa cimriga uu dheereeya ayay leeyihin cimriga asal ahaan ajasha qofka markay u timaado wax dheereynaya ma lahan laakiin waxaa loola jeedaa wax weeyaan caafimaadkaada ziyaadaya caafimaadkaada ayaa ziyaadaya nacam maxaa yeelay imisa socoto caafimaad qabto aad arkayso iska socoto caadi ah laakiin haddana bukaan socod dhutinaaya ama maxaa kore geesgees u socda ama calool xanuun la nool ama caloosha ay fadhisay wixii la midka sidoo kale videogan wuxuu xusuusin u yahay soomaalideenna waadna arkaysaa alle subxaanahu watacaala ma malaysan kartid inta aayado ee uu ku sheegaya tabaaraka watacaala biyaha iyo faa'iidadooda bal haddana aayaddan aan kula wadaago sidoo kale alam tara ana allaha anzala min assamaai maan fatusbixu lardu mukhdaratan ina allaha latiifun khabiir aayaddan u firis alle wuxuu ku leeyahay tabaaraka watacaala alam tara ana allaha anzala min assamaai maa miyaadan arkayn inuu alle tabaaraka watacaala biyo ka soo dejiyey samaawaadka kadib maxaa dhacaya fatusbixu lardu mukhdara kadib arladii ayaa alle wuxuu ka dhigayaa cagaar sabab uu uga dhigay macnaha biyihii mar alle markay ku dhaceen arladii cagaaray noqoto way noolaatay aayaddii kalena waxaad arkaysay wajacalnaa min almaai kulla shayin xay afalaa yu'minuun aayaddana u fiirso arladoo dhan dhulkoo dhanaa waxaan ka dhigaynaa markaan biyaha soo dejino oo alleahi subxana wa tacala cagaaraan ka dhigaynaa ina allaha latiifun khabiir ogow marka biyaha noloshaada ku jirta maalintii isticmaal habeenkii isticmaal galabtii isticmaal ha ka daalin isticmaalka biyaha marka waxaan ku khatimayaa xadiidka tirmidi iyo keyrkiisa ay wariyeen sixadiisana wax laga sheega dabcan laakiin tirmidi oo saxiix yeelayo ayaa rasuulullaahi calayhi salatu wasalam wuxuu ka hadlayaa cuntada marka la cunayo leeyahay rasuulka calayhi salatu wasalaam qofka calooshii saddex u qaybiyo u fiirso saddex u qaybi calooshaada ayaa dhahaya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay cuntada qaybta koowaad sii buu leeyahay rasuulka calayhi salatu wasalaam sidoo kale qaybta labaad waxaad siisaa buu leeyahy rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam biyaha qaybta saddexaad maxaad siisaa hawada iyo nafaskaasoo markaasi ilaan qofka markuu cuntada keliya uu calooshiisa ka buuxin maxaa dhacaya inuu neefsan xataa waayo sidaa darteed calooshaad ha ka buuxin keliya cunto maxaa yeel caafimaad ma aha xadiidkaasaadna ku arkaysaa naxam dhakhaatiirtana xaqiiqatan waxay sheegayaan xadiidkan marka laga hadlayo imeelihiisa la maraayo waxay ka hadlaan faa'iidada ku jirta in qofka calooshiisa hee uunan aada u dherjin oo u buuxin oo ugu yaraan u reebo qayb biyaha ah iyo qayb neef xikmadaha ku jira waxay ku sheegaan waxyaala aad iyo aad u tira badan asoo rasuulka horena ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay leeyihiin qofka cuntada qayb ka siiya calooshiisa sidaasoo kale qaybta kalena biyo ka siiya oo inta kalena u daaya uunan isdherjin bay leeyihiin hurdadiisaa wanaagsanaata fikirkiisaa wanaagsanaada nashaadkiisaa wanaagsanaada u fiirso qof nashaad leh caajis aanan ku jirin ayuu noqdaa si wanaagsana u hurdaa bay leeyihiin sidaasoo kale xagga fekerka iyo inuu qofkan wax kusoo ziyaadaan ama inuu wax samaysan karo ama maxaanku dhahay inuu wax xifdin karo iyo wixii la midkay ka caawinaysa ay leeyihiin waxayna leeyihiin cuntada keliya hadduu calooshiisa ka buuxi dhibaatada ugu weyn ay ku dhacaysa waa maxay qofka inuu fakeri waayo inuu hurdo iyo daal iyo caajis maantana uu hayo laakiin marka uu saddex u qaybiyo qaybtii cuntada qaybtii biyaha qaybtii hee neefta markuu saddexda u qaybiyay leeyihiin nashaad qof wax xafidi kara qof kaali arabo furfuran ayuu noqonayaa allah ku barakay intaasaan kula dardaarmayaa wajazaakum allahu tacaala khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر ملتمساً